السكين في أرضنا ومن حقنا العيشة الراضية. جياع المساكين في أرضنا ومن حقنا العيشة الراضية. ألسنا أناسا جئنا لنحيا ونعمل في عزة سامية غدا الخبز مشكلة المشكلات ومعضلات العمل. غدا الخبز مشكلة المشكلات وكل موظفين انا حابين نلعب بالقصه ونلتقي وعمل تطوع عليها بقى ما كيف الولاد رغم اللي ما حقونا معناها حتى شيء من مطالبنا في الاعتصام، لكن من مطالبنا في الاعتصام العمل التطوعي ونقصد الشباب على العمل التطوعي. معناها ماذا بينا كان الشباب الكل معناها يكون واعي كل حكا ويكون هالشيء بالقصه ونهضوا بها نرفعوها ونقوموها ونقوموها. احنا شباب عايزين نقوموها احنا كما تشوفوا كلهم معناها الناس عارية مستقفة معناها متحاصين على شيء يدوا الناس راعية ورغم اللي ما حقونا حتى شيء من المطالب بتاعنا معناها كان وعود وعود معناها كي وعود ان شاء الله معناها يتكشفوا قد كلمتهم في الوعود بتاعهم. احنا باش نبررهم اللي احنا قد كلمتنا هذا واحنا باش نحطوا على العمل التطوعي باذن الله باش نشوفوا على جمعية شباب قصة العمل التطوعي باش نهضوا ببلادنا وان شاء الله الشباب الكل يكون واعي كيف ان شاء الله. هذا تعمل تصور على ولاد شيختنا نجم حتى نعرف بالولاد معناها شكون نبدو بهنا يا سيدي خارج المعهد العالي دراسة التكنولوجية في قفص. هذا خونا بسام خارج كذلك المعهد العالي دراسة التكنولوجية في قفص تقني سامي كذلك. هذا خونا اسماعيل ناجح بكالوريا وقاري انجليزية في الجامعة. هذا خونا وليد عنده مؤهل تقني مهني. هذا خونا حمزة حامل شهادة بكالوريا وحامل كذلك شهادة في الإعلامية والمكتبية. هذا أخونا وسيم لفتاي وسيم هذا يحضر في الدكتوراه نتاع مشيلات. هذا أخونا وسام مستواه باك وحامل شهادة إعلامية كذلك. هاي كمل الجماعة. هذا أخونا حسان لفتاي هذا عنده شهادة مؤهل تقني مهني كذلك. هذا أخونا منذر خونا الكبير نقدروه ونعزوه برش وهذا ورالنا الثنايا الكل وبحول الله ما نسيبوش بعضنا. هذا يا خونا منجي هذا يا سيدي خونا الصغير اللي ديما عاملين عليه جو نحبوه برش حامل شهادة بكالوريا منجي بلوكس. نكملوا الجماعة الثاني. وصلنا للعرف. هذا سيدي العرف هذا العرف اللي موري لنا الخدمة الكل. تجي يا سيدي ريسبتورات تلقاه تبارك الله، تجي يا سيدي دهينه تلقاه، تجي مرمه تلقاه، كل شيء تلقاه. ومع العلم كونها سيدي عندها شهاده الكفاءه المهنيه في كهرباء الحافلات والشاحنات الثقيله والسيارات وخدمها سيدي في شركه قواف في قفص وظلموه برشا غاد وان شاء الله يلقى حقه ان شاء الله يا رب يصرف على عائلتهم تبارك الله عليه. شيخنا مغادي محمد اسماعيل عام شهادة عليا زادا خارج المعهد العالي للدراسة التكنولوجية في قفص عنده هندسة ميكانيكية. هذا اسم محمد اسماعيل والناس الكل معناها واعيين بالحكاية هذه وان شاء الله نريقلوها ان شاء الله نقدموا قفصتنا البيع قفصتنا الباهية وان شاء الله يحققوا لنا شوي من الورود نتاعنا ولا نعاود ان شاء الله.